مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. لسه ما اشتركش القناة، انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على النبي. انا بساعدك يا معلم عشان الصايم بس، والله محتاج مساعدة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايين معاكم تاني يوم رمضان. تاني يوم رمضان، تاني يوم رمضان كالعادة، كأي بيت مصري أو بيت عادي يعني. طبعا بنبقى عاملين عزومة أول يوم، فالعزومة بيفيد منها أكل، فحرام طبعا إيه؟ طبعا تاني يوم ناكله بألف هنا وربنا يدوم علينا نعمة. يا رب يا رب. معانا بامية، ومعانا بشاميل، ومعانا بط على فراخ كده تشكيلة، ومعانا هم عارفين. وتعالوا بقى إيه نفطر مع بعض؟ لا جايبين يا حبيبي. اتفضلوا معانا يا جماعة، اتفضلوا معانا يا جماعة بقى. طقوس رمضان الواحد يفطر إيه؟ صوبيا الطبق الرسمي بتاع محمد. مين اللي قفله؟ زكي 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 اكيد محمد الزكي. بقول لكم ايه، هي تكنولوجيا ولا عادي يعني؟ عربي كده يعني. اتفضلوا معانا يا جماعه. عايز ميه عليه؟ لا ماشي خليها كده. محمد ما تشربش كتير. ها بسم الله بقى نبدأ. دي ميتك ودي سوبيتك. انت عايز تاكل يا علي؟ يا لو علي ما لا مش هيك. دي البامية. و اجيب لك ايه؟ علي ممكن حتة بشاميل لمحمد. هات الطبق كده وناكل صغيرة. ها بس نقسم الحتة دي انا وانت المبشور. يوم بقى يا جماعة احنا بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. الشوكة بقى شوكة يا معلم، مش عايز بقى نطلع لحمة يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. حتة بطي علي. حتة بطة، حتة بطة يا علي. حتة فرخة يا علي. لا لا اصبر عليا، انا هفضل اقاوم الدنيا. طب امسك. طيب انت بتحب الفراخ اكتر من البط ولا تاكل بط؟ انت عايز. محمد احط لك الفرخة الاول. عايز اقول لكم تانية؟ وقع وقع وقعته اسمها ايه؟ وقعته طمطومة. طمطم يا طماطم. طماطماية. لا لا كده حبيبتي طماطم. ايه اللي انا بعمله ده؟ هو طمطم في رمضان ما عادش بيجو. الحاجة بتاعت زمان كلها كانت حلوة يا جماعة والله. اه والله. محمد انت مش قلت لي عايز بطاطس بسلق؟ اه. طب كل بابا منديل. هاتها جنبينا. اه. كان لغو طقم طقم. لا زي ما انت امبارح خليتيني عمال ابيع في بلدي. البامية عجيبة يا ولاد. بس سخنة نار، انا سخنتها ايه؟ معلقة كل بس. خلي بالك لا سخن. بسم الله صوما مقبولا يا جماعة. افطروا ان شاء الله. حاجة القنوات قرفتني بالكلمة دي. بتحصل في احسن العائلات. مين بقى اكل البيت زينا؟ صدق بالله نعم بالله.
البامية لا يمكن تكون بيتة من حلاوتها وطعمتها. البامية من الخضار اللي معروف انه ما بيبات بيحلو. وانا حطيت لحمة. حاضر كده. البطاطس والسلق مولعة. دوق كده. البامية دي بقى عايزة ايه بقى كمان؟ رغيف عيش ناشف كده. عايز عيش؟ لا. جيب لك عيش يعني. لا. احنا تحت امرك ابو محمد اللي انت عايزه. انت ضيف علينا اول يومين رمضان وبعد كده بومبا. الدنيا جميلة قوي. كلي يا ماما كلي. لا ما بتاكليش. ماما مش ملاهي. كلي بس ايه؟ مفيش شوكة. كل حتة بشاميل. بابا انت طماع قوي على كله. عطيك بقى طايع علي. بتطمع قوي يا جدعان. يلا هات كده لحمه هنا. هات طبقه. هات طبقك. كل الصيام يا جماعه بيخلي الواحد ايه اوه يا اللحمه حلوه. لميتو اللحمه حلوه. واحد بيبقى مهنج يا جماعه. عايزين بقى في يوم في رمضان نعمل سبانخ. سبانخ؟ حاضر. محمد حب السبانخ ايه على كبر؟ كان بيحب البازيلا قوي وهو صغير بس. هما كبر ما بقاش ياكلها. كان على فكره السبانخ والبازيلا والباميه بيعملوا من الخضار اللي يتاكل بعرفها على فكره. طبعا اهم حاجه السلامه. احنا مهنجين يا جماعه. ما تصلوا على النبي كده يا جماعه. صلوا على النبي. فيكم ايه كله؟ لا بس بص ناكل ايه؟ سرحنا مع الفطار. ايدك يا بنتي يا شوش. قلب شوشو. لا الواحد بس ولا الاكل عشان بايت مش حاسين ان هو حاجه. لا والله يا شوشو تسلم ايدك. تسلم ايدك والله يا جماعه. بنت وطعمه جامد. بالله عليكم يا جماعه تزودوا اللايك ده. ممكن لما بنت في طبقه بالظبط. طبق مش عايزين تزودوا اللايكات ليه؟ اسند معاك. يا ريت. الحياه ايه؟ حاسب كده؟ الحياه تعاون. اتفضلوا يا جماعه. البامية طعمة قوي. البامية تحفة. سيدة الموقف والله تحفة صراحة. وقلناش سيدة الموقف. عجبانة قوي قوي قوي. سبحان الله بنحب البامية قوي بس ما بنطبخهاش كتير. لا من نوادر. لا بس خدي بالك
كل سنه في اول رمضان بتعملي الباميه بتطلع حكايه. اه بدي السنه كلها يا جماعه. والله العظيم سبحان الله. رمضان اكله مميز. اه حاجه كده غريبه كده. حاجه حاصله كده. رمضان في مصر حاجه تانيه. الجلوس المتفقر أجمش أكتر وحشة حاسة إن محمد بينقنع ضيق يا جماعة رمزي يقول المقدمه هيجي بعدها مليون الف انت ما بتاكلش انت نسيت ان انت بتاكل؟ لا عايز اقول لكم والله العظيم والله العظيم المفروض الناس ما ترمي الاكل البايت ابدا محدش بيرمي اعتقد كله بياكل تاني يوم اه ليه تقول في رمضان؟ اول يوم تقول لي تبقى عزايم طبيعي ثاني يوم البايت ثالث يوم بقى سمك مين بقى كده؟ دور على السمك بقى يا معلم بقى ثالث يوم بابا حبيبي منديل وانا احنا ننهي الفيديو معاهم ليه ده احنا لسه احنا لسه ما كملناش ثلاث ثواني عشان رامز احنا قعدنا 12 دقيقة؟ والله ما خدت بالي بس كده يا مام لو عجبكم الفيديو ده كان فطارنا معاكم النهارده بسيط كده وقولوا لنا ايه رأيكم في الفطار ده ومين فطر زينا ومين عمل اكل ايه النهارده شاركونا معاكم والله انا بقرا الكومنتات كلها ربنا يخليكم لينا يا احلى عيلة في الدنيا ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وكل سنه وانتم طيبين باي باي طيبين وبالله عليكم بالله عليكم لايكات